السلام عليكم بنات، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير. اليوم نشارك معكم تزيين كيك عيد ميلاد. كان العيد ميلاد ديال زوجي، نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا 250 مليلتر ديال الكريمه السائله، ضفت عليها هنا جوج معالق كبار من سكر سنيده، ومن بعد غادي نطرب مزيان حتى تذوب ديك السنيده حيت الكريمه دون سكر. غادي نطرب حتى توقف لنا الكريمه. كيف كتشوفوا هي الكريمه ما كطيحش، كتبقى واقفه. صافي غادي نديرها في الثلاجه تبقى بارده، وندوزو الكريمه ديال الليمون. غادي ندير انا المذاق ديال الليمون او السيترون. كيف كتشوفوا عندي هنا تقريبا نص كاس ما كاملش ديال عصير السيترون او عصير الليمون. غادي نصفيه مزيان، غادي نضيف عليه تقريبا كاس ما عامرش ديال الماء، وغادي نضيف جوج معالق كبار ديال سكر سنيدة ونضعهم فوق النار مع التحريك. هنا البنات ضفت الملون على هاد الشكل لون اصفر باش يعطينا المنظر جميل، ومن بعد غادي نضيفو معلقه مملوءه تقريبا كبيره ديال النشا، ومن طبيعه الحال ما نزقوش من التحريك. ولتزيين الجوانب ديال الكيك غادي نحتاجو لهنا، عندي هنا اللوز إفيلي غادي نحمرو في المقلاة، وهنا الجينواز ديالنا هو واجد. كيف كتشوفو راني سبقت عملت معكم فيديو ديال الجينواز، ما كيلاش نعاود نصور معكم، اكتفيت غير بالتزيين. صافي هنا عندي ربعة، كنت صايبت جوج كيكات، عندي هنا ربعة ديال الطبقات اللي غادي نعملو بها الكيك، وان شاء الله نبداو نعمرو الجينواز ديالنا بعد ما غادي نسقيوه بالحليب. انا اكتفيت عير بالحليب، ممكن لكم نتوما ديروا السيرو بنكهة الحامض او نكهة الليمون، راه ساهل السيرو مع الماء والسكر وقطع ديال الليمون او السيترون. انا سقيت غير بالحليب، ونبدا نعمر الجينواز بالكريمه.
البنات هنا سالت لي الكريمه، غادي نعاود نخلط. عندي هنا الكريمه بودره، غادي نضيف تقريبا اكثر من نصف لهذا الساشي. غادي نضيف عليها واحد نص كاس ديال العنبه بارده ديال الحليب، بعد ما بردتها مزيان في الفريغو باش تنجح معايا الكريمه باش نكمل تعمار الكيك ديالي او تزيين الكيك ديالي بالكريمه. وهنا كيف كتشوفوا هو اللوز تحمر صافي. غادي نطرب ديك الكريمه اللي قلت لكم ونرجع لكم. هنا غادي نستعمل هذا البوش باش نكمل تزيين الكريمه. كيف قلت لكم عاود تخلط الكريمه بودره، هذيك فيها السكر يعني ما غاديش نضيف ليها السكر عكس الاولى سائله ما كانتش بالسكر. ضفنا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده ودرت دابا اللوز إيفيلي على الجوانب. ونكملوا التزيين الكيك ديالنا، نخليكم مع الفيديو.
الكيك ديالنا وجات كيف كتشوفوا الصراحة جا رائع. بعد ما درت لاصوص سيترون فوق، درت ثلاث، ضفت عليه ثلاث قطع من الليمون او السيترون، كذلك قطع ديال الكاكي، يعني على حساب الموجود اللي عندكم بالبيت. يمكن لكم ديروا الكيوي، الفخاز، اناناس، المونغ. صافي، وضفت كذلك، كتبت الفوق عيد ميلاد سعيد بالشوكولاتة وشوكولات فيرميسيل. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وهذا كفكرة يعني طريقة من طرق تزيين كيك عيد ميلاد. شكرا على المتابعة ديالكم، وان شاء الله نتلقاو في فيديو جديد. يلا تهلاو ليا فروسكم، مع السلامة.